نوفيم الصباح خليلة وعم هوتن هرو فيجي فينيدو تختر هوت يعني ندوي بو عم كر هرو خوش كيبو لسار معدابو لسار كولومبو يعني ما برفي دادي ما بوك بونك بو بوكوشك بو عم دخوزن ما هي تيجي سار نخوشي شيك ما بتختر روكو ما قول ملو في دابا بالفي ملاتي مال في كومينو ما خوز في جوريجي معني شيكر عم مطالباتك يعني بر خوشه تخترجي وان شاء الله ما هيتيجي سر نخوشه شيكه امي في دار في بيراكنو ببينه لفي جنو ببينه امي خدي في جنو دار كافت وامي يعني حضاري ماجي ما هيتي سر شيكر عم دبير ان شاء الله شاكرين دي چي فواكي دو ها يكون غالك برد من چه عم ترس من دخل نوفي مدارة هلي نالو خيرا رفتي وات احمل نوكي شاكرين دي چي تردو هاي خل نبس تريا خل دي شي سبب الجايه ديتي لا اوجايه ديتي فوقيها اي تعبي مساقات بي ابركل لجنه صحه وبجن لجنه صحه وجنو يعني بركه ونو تعبي مجامرات كر والحمد لله تعبي مناجحي ودارموني مجي تشتي مجي كيسكي سونويا وساعته ونخوس خدي جوان رزي بي دي سوجي حتى نوكوجي تشقني اودك مولي كوريا مجي دكان بمرحوره دكان مدبن ويولي وتينان والحمد لله تعبي مناجحي ليلى عمر إدارة الصحة في الكومينات الخاصة للمرأة في حي الشمقسوط. إن لجان الصحة في حي الشمقسوط بدأت بعملها منذ سنة ونصف، فقمنا بتشكيل لجان الصحة في الكومينات الخاصة بالمرأة من أجل توعية النساء من ناحية الصحية. فإن لجان الصحة تمارس عملها من خلال زيارة العائلات ودراسة الوضع الصحي وإحصاء الأمراض من أجل تقديم المساعدة لهم، مثل كراسي المعاقين وإجراء بعض العمليات الجراحية، طبعا بالتنسيق مع المجلس الصحي ومع المشفى الإداريين. وبالإضافة إلى ذلك قمنا بافتتاح دورات إسعافات الأولية طبعا أيضا بالتنسيق مع المجلس الصحي، حيث شاركت فيها كثيرون حيث شارك فيها الكثيرون من النساء، وكانت النتائج جيدة جدا، حيث أصبحت أعضاء فعاليين في هذا المجتمع الصغير، وأيضا بالتنسيق مع المجلس الصحي من أجل إعطاء ندوات الصحية في الكومينات وبين المجتمع بكافة مجال الحياة من أجل المرأة، مثل الأمراض النسائية وكيفية الوقاية منها. وهدفنا من تشكيل اللجان الصحة في هذا المجتمع هو انتشار الفكر الصحي والسليم في المجتمع وكيفية الحفاظ على صحتهم، ونتمنى أن يتطور عمل الصحة أكثر من ذلك.